السلام اخوان، صباح الخير عليكم وتبارك الله عليكم. اليوم ان شاء الله غنمشيو نبيعو شي فريخات في سوق ثلاث ديال زكان. نتمنى ان شاء الله تشوفوا هذا الفيديو في احسن الاحوال. يلا معنا. المهم الاخوان، نتمنى ان شاء الله تشتركوا معايا في القناه ديالي وتفعلوا الجرس باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد وما يفيد في عالم الطيور. مرحبا ان شاء الله بجميع الملاحظات ديالكم والاسئله ديالكم في التعليق. نتمنى ان شاء الله تدعمونا بلايكات وما تنساوش تبارطاجيو باش يوصل لابعد نطاق وتكبر العائله ان شاء الله. وشكرا لكم وتبارك الله عليكم الاخوان، وتحياتي لكم الاخوان. المهم الاخوان، كاين هاد البيروش هادو كيطرا في الثمن ديالهم بين 30 درهم حتى 50 درهم. كاين هاد الكنارة الاخوان تا هما 120-170 حتى 180 درهم. بالنسبة لواحد ماشي بكوبلة، كوبلة كطرح الثمن ديالها بين 250 حتى 300 درهم. بالنسبة للسطيلة اخوان، الشاردون الثمن ديالهم 130 درهم حتى 150 درهم. الثمن ديالهم بين 70 درهم حتى 80 درهم. هاد الشنابر ديال البيروش هادي الثمن ديالهم 15 درهم حتى 20 درهم. اخوان بالنسبة لوايت فايس كالوبسيت الثمن ديالهم بين 400 درهم حتى 450 الحبة. هاد ديزاينز الثمن ديال الكوبلة 600 درهم. كاين شي لوانين زوينين، الله مبارك. هنا كاينين رينبو الثمن ديالو 500 درهم الكوبل. المهم الاخوان، مشينا للسوق ديال الحمام. هنا كاين شي حمام خينيسي، شفنا القنية تاهي، لكن القنية الله مبارك.